خد خد دولار هم عشانه وليك كدهم وازيد لما تطلع الصندوق التاني. امسك يا جعفر، انا مش مستني منك حاجه ولا واقف معاك عشان تزكي عليا ولا تديني وهبة. يا عبيط، ده انت ليك عندي اكتر من اي حد. اذا كان اخويا كان عايز يقتلني عشان طمعان في اللي ورايا، انا مهما اعطيتك يا برهومه مش هوفيك حقك يا ابو عمو. امسك يا عم، انت هتديني تمن الصحوبيه؟ خلي حاجتك دي. انا لو بديك تمنها يبقى الصندوق ده كله من حقك. ده انا مأمنك على اهل بيتي، ما تاخذنيش في كلمه برهومه. انت عندي احسن من مرة جمالات. استنى بس يا جعفر، في حاجه يعني افتكرتها من شويه كده وخايف اقولها لك ليمسكك الوابش. قول قول يا برهومه. لبشت جدتي الشومه اللي كانت في ايدي واحنا في الحوش، نسيتها على الارض وسط اللخمه اللي احنا كنا فيها يعني. وخايف بقى غرباء اخوك يجي البيت يلمعها تيجي في دماغه حاجه يفتكر ان حد كان موجود يدعبس ورانا، ولا ينزل البركه يجيب الصندوق التاني. انت عملت الشومه في اي ناحيه بالظبط؟ جنب الترمب. انت مش قلت لي انك سمعت الواد غرباوي وصاحبه بيقولوا هيسهروا عند البت اللي اسمها ايه البت دي؟ جلجله. الله يقطع جلجله على غرباوي على الكل كليلي. معنى الكلام ده برهومة انه هيرجع بكره، وهيرجع طبعا سكران ومدروخ اللي واكل ناسه. ويمكن يا شيخ ربنا لا يرجع ولا حتى يبات عندها. اسمعني زين يا برهومة، انا عندي مشوار الصبح هخلص واجي طوالي، وانت من صباحيه ربنا توقف عند الحوش تراقب وتبص. لقينا الحال رايق هنخش انا وانت ننتش الصندوق. بلاش الشومه الحزينه دي، انا مش راجع البيت تاني ومش عايز اشوفه. أمانة برهومة. أمانة صح. ربنا يكرمنا برهومة، ربنا يكرمنا. ماشي يا خرباوي. أولا أنا مش مراته ولا عايزة منه معروف ولا متلوف، وأنا مش هنزل معاك حتى لو فرشت لي الأرض دي كلها لولا يا مرجان. الله، جرايه يا فادي. طب على الطلاق بالتلاتة منك تاني لا ناخدوكي غصب. يلا يا بنت انجري معايا. يلا يا بنت. مش مالك؟ هو أنت مفيش حد عارف يلمك ولا إيه؟ عم بخور. أوعى. عايزين تموتوني؟ هتتكتوا عليا شويه تصيح؟ ارتحتوا كده؟ مبسوطين؟ ما قلنا نحلها بالمعروف، لكن ليه لازم تبقى حرب وتبقى عركه؟ كفايه بس ان انتوا ما قدرتونيش مع الراجل اللي اتفقت معاه على كل حاجه. انا دلوقتي هسيبكم تحلوا مشاكلكم بنفسكم، وهمشي دلوقتي حالا، ومش هرجع للمكان ده تاني ابدا. يلا سلام. عاجبك كده يا ست فاديه؟ جبت لنا البلطجيه والعصبجيه هنا يضربونا ويتكتروا علينا ويتخانقوا معانا؟ وانا ذنبي ايه؟ ده جاي يرمي بلاها على